بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو سنعرض لكم نماذج إجابة امتحان الفلسفة والمنطق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية. كمان إن شاء الله بإذن الله في آخر الفيديو هنعرض لكم توزيع درجات الفلسفة والمنطق بالتفصيل، لكن المطلوب منك اللي انت تدعم الفيديو بلايك بحيث الفيديو ده يصل لكل طالب الثانوية العامة ويعرف الإجابة أو نموذج الإجابة الأصح بحيث يقيم درجاته ويقيم إزاي حل الامتحان. والآن أترككم مع مشاهدة نموذج إجابة امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلبة الثانوية العامة 2021 الشعبة الأدبية. دمتم في أمان الله وبالتوفيق لجميع الطلاب ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.